بين تحديات الماضي وآفاق المستقبل. استأنفت الأمم المتحدة نشاطها بانطلاق أعمال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بعد إغلاق دام 3 أشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي أصاب ما يقارب حوالي 8 ملايين في العالم، حيث ناقش المجلس في افتتاح جلسته حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة. I have the honor to present 4 reports under the agenda item 7 concerning the human rights situation in Palestine and other occupied Arab territories. This report provides an overview of recurrent violations of international humanitarian law by Israel as well as by Palestinian armed groups and violation of international human rights law. أكد سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة دكتور إبراهيم خريشة أن هناك محاولات مستميتة من دول غربية لإنهاء البند 7 الخاص بحالة حقوق الإنسان في فلسطين الذي خصصته الجمعية العامة للأمم المتحدة لتمكين الشعب الفلسطيني من تغيير مصيره، مطالبا الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على أهمية تفعيل البند 7 في جدول أعمال المجلس ورفض محاولات بعض الدول في سعيها لتهميش وتحجيم هذا البند المهم. الحالة الفلسطينية حالة خاصة لا يوجد مثيل لها في العالم، وهي احتلال أجنبي مضى عليه أكثر من 53 عام، وهذا مسار قانوني نريد من خلاله أن نستخدم كل أدوات القانون للدفاع عن المسألة الفلسطينية. وعنوان البند 7 هو حالة حقوق الإنسان في أرض دولة فلسطين المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى. فنحن لا نتحدث عن إسرائيل وما يجري داخل إسرائيل من انتهاكات وهي كثيرة جدا، نحن نتحدث عن الاحتلال الأجنبي لأرض دولة فلسطين كما ذكر يعني الملك سلمان. ومنذ تأسيس المملكة العربية السعودية هذه قضية الأمة العربية وقضية السعودية ومصر وليبيا والكل. وطالبت المجموعة العربية ومجموعة التعاون الإسلامي ومجموعة عدم الانحياز المجتمع الدولي بالالتزام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على البند 7 الخاص بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة وعدم الاستجابة لرغبة إسرائيل في مقاطعة هذا البند. بعد إغلاق دام 3 أشهر بسبب كوفيد-19 استأنفت الأمم المتحدة نشاطاتها بافتتاح مجلس حقوق الإنسان لدورته 43. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.